لا تستهن بالكلمات أبدا، كلمة واحدة قد تقودك إلى الجنة وأخرى قد تقودك إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يشير إلى لسانه: أمسك عليك هذا. فقال له معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟